احنا بنوفر بديل انساني وديني ويعني يقدر ان هو يراعي حرمة يعني موتانا. وده الحقيقة الدولة المصرية فعلا موفراه النهاردة على الطرق السريعة، وبدأت فعلا عمل حصر، وفي النهاردة اكتر من 20,000 مقبرة انشئت وحتنشأ في خلال الشهور القليلة القادمة، علشان تبقى بديل ان احنا ننقل الاماكن اللي هي خلاص اصبحت واضح تماما زي ما حضراتكم شايفين انها لا تصلح لعملية الدفن. هي دي النقطة اللي لازم كلنا ناخد بالنا منها. طب هو ايه اللي هيتعمل هنا؟ اللي هيتعمل هنا في اطار نفس التخطيط ان احنا، لان طبعا دي من الناحية الدينية ودي درسناها، ما ينفعش يتعمل فوق المقابر القديمة غير يا اما حدائق ومتنزهات او مجموعة من الطرق او الخدمات، مش خدمات مبنية، ما فيش حاجة تتعمل، ممنوع ان نبني اي مباني عشان أأكد هذا الموضوع، انما بنتكلم على حدائق متنزهات يعني تبقى شكلها محترم وحضاري، او مجموعه من الطرق علشان نحل بيها شبكه النقل والانتقال جوه العاصمه. هو دي اللي هيتعمل في هذه المناطق، لان لا نقدر دينيا ان احنا نعمل اي حاجه تانية غير كده. فده اللي لازم نبقى كلنا فاهمينه، ما ينفعش ان احنا نبقى سايبين منطقه بهذا الشكل في قلب القاهره، لازم انها نجد لها حلول. وموضوع المياه الجوفيه خلاص، لان طبيعه المنطقه هنا نتيجه للبحيرات اللي موجوده، وطبيعه المنطقه انها منطقه منخفضه هي بتجمع المياه كلها، فالنهارده من الصعب جدا التعامل مع هذه القضيه. عشان كده كان زي ما بقول لحضراتكم رؤيتنا ويعني توجيه فخامه الرئيس، واكد على هذا الموضوع، يا جماعه لازم ان احنا نبقى كلنا عارفين شكل الازمه عامله ازاي، التصور بقدر الامكان ان احنا ننقل المقابر اللي اصبحت لا تصلح يعني للنشاط الاصلي اللي هي انشئت من اجله في اماكن اخرى انسانيه، ونبدا نعيد صياغه هذه المنطقه بما يخدم ان احنا بنضيف رئات خضراء للقاهره. طيب هنصطدم، وده ارجو من حضراتكم، احنا كلنا شفناه، هل كلنا شفنا مقبره الزعيم الخالد احمد عرابي اللي كلنا يعني شوارع ورئيسيه في كل مدننا النهارده يعني باسم هذا الزعيم الخالد اللي كلنا درسناه في كتب التاريخ؟ شفنا المقبره عامله ازاي؟ يعني هل يعقل ان احد اهم زعماء مصر يبقى دي مقبرته؟ فهي دي كانت توجيه سياده الرئيس، يتعمل مكان او منطقه كبيره اسمها تبقى مقبره الخالدين، علشان نعلي من شان زعمائنا اللي يعني ضحوا لهذه الدوله على مدار العصور، ويبقى هناك مكان مجمع الناس تروح تشوفه وتبقى عارفة ان الزعيم ده عمل ايه للبلد. يعني ما اعتقدش ان في حد في مصر النهاردة، كلنا بنقرأ الزعيم احمد عرابي، لكن ما حدش ممكن كان يتخيل ان هي دي مقبرة هذا الزعيم الكبير. لكن هو ده، عشان كده كانت التوجيه يتعمل مكان على اعلى مستوى يبقى بيجمع كل يعني الخالدين والزعماء اللي كانوا موجودين في هذا الوطن، ويبقى مزار لينا كلنا عشان نفتخر بيهم، ويتعمل بشكل حضاري وعلى أعلى مستوى، ويبقى جزء من يعني رفع كفاءة القاهرة القديمة، ويبقى مزار لينا كمصريين كلنا نفتخر بيهم، ولأطفالنا نعلمهم تاريخنا كان فيه إيه. حضراتكم طيب بالإضافة لكده، في مقابر اللي احنا ممكن شايفينها إنها مقابر قديمة وممكن يبقى شكلها تراثي وحضاري، وأنا بقولها لحضراتكم كراجل متخصص، المقابر دي احنا يعني بعضها مش داخل ضمن نطاق التطوير خالص، لكن أنا شايفها وبقولها لحضراتكم في خلال شهور بسيطة ممكن تنهار، ممكن تقع. واحدة من المقابر أرجو حضراتكم شفتوها حجم الهيش اللي كان حواليها، واضح إن حصل فيها حريق، فالمقبرة نفسها يعني الواجهة بتاعتها اتحرقت. فالنهاردة دي اللي لازم نبقى واخدين بالنا منها، المقابر حتى التاريخية وذات القيمة، ودي كانت رؤيتنا في هذا الموضوع. طب اللي مش هيتم النهاردة نقله ولا ان هو هيبقى في مسار اي نوع من التطوير، هنتعامل معاه ازاي؟ فعندنا بدائل، يا اما هيتعمل تطوير للمقبرة نفسها كواجهة، ودي اللي الدولة هي اللي هتنفق عليها، مفروض ان صاحب المقبرة او الاسرة هم اللي بيتولوا هذا الموضوع، ولكن من الواضح ان هجرت هذه المقابر، وواضح ان الاحفاد نقلوا مقابرهم في حتة تانية، وبقى هو المكان متساب بهذا الشكل. طب هنعمل ايه؟ يبقى اللي احنا بنقوله النهاردة ان في مفردات جميلة ممكن تكون الحوائط، الواجهة بتاعت المقبرة دي ممكن بتتنقل هي كمان مع المنطقة اللي احنا ممكن هنعمل فيها حاجة مجمعة، سواء مقبرة خالدين او حتى المقابر ذات القيمة،
وممكن ننقل المفردات. يعني احنا دخلنا بعض المقابر، ارجو ان حضراتكم تكونوا كنتوا معانا، المدفن نفسه معمول بالطريقة اللي كانت بتتعمل يمكن من 150 سنة فوق الأرض، ومعمول بالرخام والكلام ده كله، ولكن للأسف تحتيه بقى كله مية والمقبرة نفسها انهارت. فنقدر ان احنا هذا الشاهد للقبر بنقدر ننقله وبنحطه في أماكن يعني على برضو مستوى لائق، بنجمع فيها مين هؤلاء الزعماء. يعني بعضهم كان اعتقد كانوا في قيادات الجيش المصري في وقت من الاوقات في القرن 19 او بدايات القرن 20، فبيبقوا دول نقدر ان احنا طبعا نحافظ على يعني قيمتهم وعظمتهم، ان احنا برضو ننقلهم في اماكن والناس تشوف الجمال اللي كان موجودة بيه المقبرة. فاحنا عندنا حلول وبدائل كثيرة، ان اما نطور في نفس المكان طالما ان هو بعيد عن خطة التطوير، او ان احنا بننقل اهم المفردات المعمارية والتراثية والخزفية اللي موجودة، الزخرفية اللي موجودة، وتتعمل لوحدها في مكان كبير كمتحفي وعرض متحفي، وهو ده اللي احنا هتبقى البدائل اللي احنا عايزينها. احنا كدولة مع كل الاهتمام الشديد بتطوير القاهرة يعني انا بس يعني، ولسه هنكمل يعني جولتنا، وعارفين كلنا منطقة زي كانت يعني سور مجرى العيون، كان منطقة المدابغ اللي كانت فيها عاملة ازاي، مناطق القاهرة التاريخية والإسلامية اللي بنطورها، أكيد إحنا أحرص ما يكون على الحفاظ على القاهرة القديمة وتاريخها، لأن ده كلنا تاريخ نفخر بيه. فمش ممكن إن إحنا هنكون عايزين إن إحنا ندمر هذا التراث. الطبيعي يعني وارد جدا يحصل وجهات نظر كثيرة، طب انتوا بدل ما يعني تعملوا التطوير بهذا الشكل ما تعملوه بهذا الشكل. عشان كده كان توجيه سيادة الرئيس نعمل اللجنة وبسرعة مع المختصين والخبراء نضع سيناريوهات مختلفة وبدائل للتعامل مع بعض المناطق، لان في مناطق اعتقدش ان في حيحصل عليها اي جدل ولا خلاف. منطقة زي اللي احنا شفناها يعني واضح تماما ان يعني الحلول واضحة، لكن هناك كان نوع من الجدل على بعض المناطق بعينها اللي يعني بيطلب الخبراء، واحنا بنقرأ كل اللي هم بيكتبوه، بيطلبوا ان لا لازم يكون هناك بعض التصورات، وان هم مستعدين يطرحوا بعض الحلول البديلة. احنا بنقعد معاهم وحنشوف هذا الكلام، وحنصل في يعني بسرعة شديدة جدا لتصور اللي بقدر الامكان يحقق الهدف من عملية التطوير اللي احنا عايزينها. تاني انا بأكد هذا المشروع الكبير اللي احنا بنعمله، يعني انا بشبهه زي ما بقول لحضراتكم زي ما عملنا للمناطق الغير امنة، ان مناطق زي دي بهذا الشكل والصورة الغير لائقة والغير انسانية لازم ان احنا ما نسيبهاش. واحنا بنطور القاهرة القديمة زي ما عملنا العاصمة الإدارية، احنا بنطور قاهرتنا القديمة عشان تبقى على اعلى مستوى، لازم هذه المناطق كلها يعني يرفع كفائتها ويعاد ليها الوجه الحضاري بتاعها. انا بس حابب اشكركم في بداية الجولة عشان نوضح هذا الموضوع، واحنا لسه هنستكمل مع بعض ان شاء الله الجولة النهاردة، وجولة طويلة، وبعتذر لكم عشان الجو حر شوية. شكرا.